حياة أحلى. الحقيقة الفيسبوك بقى مجتمع كبير تقدر من خلاله توصل لكل حاجة أنت محتاجها من خلال الصفحات اللي مليانة معلومات بتفيدنا أحياناً صحياً اجتماعياً أو حتى رياضياً. طبعاً أكيد في مساوئ للفيسبوك، لكن الضيفة اللي مشرفانا النهاردة عاملة صفحة جميلة جداً اسمها لين كوين، من الصفحات المهمة اللي بتفيد ناس كتير جداً في إيه بقى؟ اتباع أنظمة صحية سليمة، بتقدم نصايح للمتابعين. خلينا نعرف أكتر عن صفحة لين كوين من ضيفتنا اللي منورانا النهاردة دكتورة رنا عامر. أهلا بك يا دكتورة. عاملة إيه؟ الحمد لله، منورانا في الحياة أحلى. ميرسي، ربنا يخليكي بنورك. أهلا بك. الحقيقة جميل جدا أن تكون دكتورة وسيدة جميلة زي حضرتك بتقدم نصايح على الفيسبوك، وما شاء الله الصفحة بتاعتك مليانة متابعين وفولورز، ربنا يزيد مش بحثك يعني. فقوليلي بقى، بقالك قد إيه أنشأتي الصفحة، وإيه اللي خلى الناس تحب تكون موجودة على الصفحة بالشكل ده؟ بصي يا جيهان، هو أنا ابتديت في شهر 11 اللي فات. أنا تقريبا ما كملتش سنة، يعني شهر 11 اللي جاي أو آخر 11 اللي جاي هبقى كملت سنة. الناس ابتدت تحب الجروب وتحب البيج، لأن هم اكتشفوا أنه ده لايف ستايل، مش دايت مثلا معين بيبتدي يأيدهم بحاجة معينة، أو أن هم يبتدوا يحسوا أن في حاجات نفسهم يأكلوها في الدايت ومحرومين منها. فلأ، ونفس الوقت لقوا أنه في نتائج وناس خست على النصايح اللي بديها للناس على الجروب. فده اللي خلى يبقى فيه اتراكشن، ان الناس تبقى ايه ده بجد، في ناس خست وبجد مش بنحرم نفسنا من الاكل، طب يلا نعمل جوين الجروب. هو اولا كلوز جروب ليديز اونلي، فالناس برضو انت عارفه الفيميل دايما بتحب بخصوصيه شويه، انه انا عايزه ابقى في جروب فيه ليديز اونلي، احط صوري مثلا مرتاحه، فيبتدوا ان هم يحطوا وجباتهم ويحطوا الحاجات اللي بيمروا بيها على مدار اليوم. طيب انا لخبطت النهارده في كذا، ما لخبطتش في كذا، فالموضوع ابتدى يبقى هوم اكتر والناس مرتاحه اكتر، فالحمد لله جاب نتائج كتيره حلوه مع الناس. طيب دكتوره، ايه اكتر المشاكل او الشكاوي اللي بتجيلك عن طريق مثلا واحده عملت نظام وبدات ان هي تلخبط؟ هل بقى حب الحلويات، ناس كتير بتحب الحلويات، انه العزومات اللي بره مثلا، وجود اطفال في البيت بيحبوا ياكلوا الحاجات بقى الفاست فود والكلام ده، ايه اكتر الحاجات اللي بتخلينا نضعف وما نكملش الرجيم؟ هقول لك على حاجه، انت دلوقتي اكتر حاجه هتخليكي تبوظي الدايت، لو انت مثلا هدفك انك تخسي فانت اكيد هتبقي عامله دايت. اكتر حاجه هتخليكي تبوظي الدايت ان انت ما تتحكميش في معدل السكر في الدم. يعني ناس ممكن تقول لك مثلا انا هاخد كيوب شوكليت كادبري مثلا، اي نوع شوكليت، فانت عارفه ان الكيوب ده هتاخديه هيجوعك جدا بعد فتره صغيره. فانت لما بتسيبي نفسك تجوعي هتدخلي بقى تاكلي، تفتحي الثلاجه هتاكلي كل اللي انت شايفاه قدامك. بالظبط، هي الفكره كلها ان احنا بنمنع السكر الابيض وبنمنع الحاجات اللي بتخلي مستوى الانسولين في الدم يبقى مش متزن. لان وانس مستوى الانسولين في الدم ما بقاش ثابت او ما بقاش، ما بقيتيش عامله عليه كنترول، المخ غصب عنه بيتلغي، تبتدي بقى انا جعانه، فلازم انت تبقي مسيفه نفسك وحاطه نفسك في السيف سايد علشان ما تحطيش نفسك في المواقف دي. هي دي الفكره كلها. هو ده. طيب السؤال التاني، مشكله تانية بتواجه اي بني ادم سواء ست او راجل عايز يعمل دايت، انه ازاي اقلل الشهيه، لانه بنكون متعودين مثلا على بورشن او يعني حجم وجبه معين مثلا، وبناكل بقى على مزاجنا وفجاه لازم اقلل كل ده، فازاي ما بقاش حاسس بجوع؟ هقولك دلوقتي اللايف ستايل اللي انا ماشيه الناس عليه، انه انت مش شرط تقللي البورشنز بتاعتك قوي، لان احنا مش هنجوع نفسنا، احنا بناخد حاجات فيها فايبرز كتير، حاجات فيها سالدز كتير، وبنقلل البورشن في نوع واحد بس من الاكل اللي هو النشويات. فانت لما تاكلي مثلا بروتين كويس تمام، وتاكلي جنبه خضار، يعني نص الطبق بيبقى خضار، والكربوهيدرات مثلا بيبقوا من 3 ل 4 معالق، فده لوحده البليت بيبقى كبير، فده لوحده مش هيحسسك بالجوع ابدا. يعني تكتري في الحاجات اللي هي ما فيهاش كربوهيدرات او نشويات، يعني او الكالوريز بتاعتها قليله، وفي نفس الوقت القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه جدا. وعايزه اقول لك ان لما الجسم بيحتوي بياخد القيم الغذائيه والعناصر الغذائيه بتاعته بصوره صح وبصوره متكامله، الكريفنجز او اشتياقك للاكل بيقل.
على عكس السكريات، هي دي اللي طبعا. بتزودك الكريفينجز وهي دي اللي بتزود الجوع. عايزة اشرح لك بقى ليه السكريات بتزود الجوع دلوقتي. يعني مثلا معانا هنا بعض الصور يمكن من على الصفحة لبعض السيدات اللي كانوا معاكي على الصفحة وعملوا بالظبط قصص نجاح، مش كده؟ بالظبط، هما اتبعوا النصايح اللي على الجروب، وبعدها بفترة معينة يعني من 3 شهور ل4 شهور ابتدى يبقى فيه ترانسفورميشن كبير جدا في شكلهم. يا خبر، يعني فرق كبير جدا طبعا زي ما شايفين في الصور. بالظبط يعني بالظبط عايزه اقول انه الستات بتشجع بعض على الصفحه، يعني مثلا بتقوي بقى عزيمه بعض، لا بالظبط. كملوا، لا هقول لك انا على كمان حاجة، بوظت الدنيا النهارده، بس بصوا انا هبتدي من بكره تاني ده فعلا وهكذا. بيحصل، ده اللي بيخلي الناس تستمر. لان تسمعي يا جهان عن الجروب ثيرابي، الجروب ثيرابي اللي هو المعالجه عن طريق المجموعه. المجموعه بالظبط. انت لما تبقي بتواجهي مشكله لوحدك وحاسه ان انت بس اللي بتواجهي المشكله دي، بتحسي ان دي اخر الدنيا وان انا ما فيش حد حاسس بيا. ان انا لوحدي اللي عندي المشكله دي. بالظبط، في الجروب احنا كلنا عندنا نفس الهدف، الناس كلها عندها نفس الهدف وعندها نفس المشكله وبتقع في نفس الاخطاء وبتضعف بنفس الطريقه. فوانس ان واحده اتكلمت وقالت انا تعبت النهارده او انا ضعفت النهارده، بتلاقي يعني فوج من الناس بعدها، خلي بالك انا كنت كده امبارح وبقيت احسن النهارده، استمري. لما تتغلبي على الشعور باللخبطه اللي هتعمليها، هتحسي تاني يوم انك انتصرتي على نفسك. كميه بوزيتيف فايبس وكميه تشجيع يخليكي تنسي الاكل اللي انت عايزه تلخبطي تشجعي بيه نفسك. الدايت. بالظبط. طيب دكتوره رنا، هل انت عندك تجربه شخصيه في موضوع خساسان او فقدان الوزن؟ لان حاساكي بتتكلمي عن موضوع شخصي، يعني تكلمي على انه تجربه ليكي، لانه انا واحده من الناس برضو في فتره فاتت عملت دايت لمده 6 شهور، نزلت بشكل كبير، بالظبط ففاهمه انت بتقولي ايه. بالظبط، حاسه بيا. بالظبط كده. بص فهل ليكي تجربه شخصيه في الموضوع؟ هقول لك حاجه دلوقتي. لما الشخص اللي هو قدامك يبقى مر بنفس المشكله اللي انت كارنتلي بتمري بيها، هو بياخد فيكي ثقه كبيره جدا، وبيبقى عارف ان انت مريتي بنفس المشاكل ومريتي بنفس التحديات، فبيبقى حاسس ان اللي قدامي ده كان زيي ووصل. وانا فعلا انا كنت لما حملت في بنتي الاولانيه انا اتخنت 40 كيلو، متخيله؟ معقول؟ ايوه. وطبعا انا مش متعوده على كده، 9 شهور حمل بصراحه، هتكلم معاكي بصراحه، الكريفنجز كانت يعني ملخبطه معايا جدا، أكيد. فاستسلمت لها، فتخنت 40 كيلو لاني كنت باكل غلط. فبعد ما ولدت دايما الناس بقى مديه للحامل كارت بلانش ان انت خلاص كلي براحتك، فلا يعني خلاص الواحد، انا ولدت من هنا واتصدمت بالواقع. وعدى شهر انا ما نزلتش ليه الوزن اللي بيقولوا ان هو هينزل، انا خلاص كده لبست الوزن الزياده ده. يمكن هي دي الصوره. بالظبط. وانتي حامل، وبعدين طبعا بعد ما ولدت، لا بالظبط، الفرق كبير فعلا. فرق كبير. بالظبط. حسيت ان انا لا، انا مستحيل اكمل حياتي كده ومستحيل اقبل بالوضع ده. عايزه اقول لك ان في ناس كتير جدا بعد ما بتولد بتستسلم للامر الواقع وما طبعا دي بيعرفوش مشكله معظم يخسوا. الستات في مصر. بالظبط، ما بيعرفوش يخسوا الوزن الزياده اللي هم اكتسبوه في فتره الحمل. فانا بصراحه عملت ايه يعني بقى يا دكتوره؟ انا وقفت مع نفسي كده، حطيت صوري في ايام الهاني مون بقى وكده، علقتها على التلاجه. بشوف نفسي كل ما ابقى حاسه ان انا عايزه استهبل شويه في الاكل او حاجه، هاجي افتح التلاجه انا صورتي قدامي، انا مش مبسوطه باللي انا فيه وانا عايزه ارجع زي زمان. فابتديت اقول لا، انا همسك نفسي وهقف واقفه علشان ارجع ابقى صحيه زي زمان. على فكره برضو هو مش فرق شكل بس، هي صحه. يعني طبعا عارفه لما تيجي تطلعي دورين تحسي ان خلاص انت تعبتي. نفسيا كمان بتحسي ان انت كبرتي، يعني بالظبط اكبر من سنك بالظبط. الطبيعي، عارفه تشوفي 10 البيفور 15 سنه. والافترز في الترانسفورميشنز اللي على الصور، فرق كبير قوي في الشكل، تحسي ان صحيح. الواحده وطريقه اللبس صغرت. نفسها سواء محجبه او غير محجبه بتفرق، بالظبط سواء رشيقه او يعني مليانه شويه، بالظبط دي كده. حقيقه. بالظبط، صحتك بتتحسن من كل حاجه، الهضم، عمليه الهضم عندك بتبقى اسرع واسهل والموضوع سلس شويه، ما بتحسيش فيه مشاكل في الجهاز الهضمي، وشك بيبقى بيور بعد كده، التكستشر بتاعت الجلد، لون البشره نفسه. لما بتتبعي نظام غذائي صحي، مش مجرد نخس، عشان في ناس بتخس غلط، مجرد ان انت تخسي بطريقه صح او تتبعي نظام غذائي صحي، ده بيعمل توتال ترانسفورميشن في حياتك شكلا ومضمونا.
فانا ابتديت اعمل ايه، ان انا ابتديت اكل صحي، ابتديت ادور على الانترنت على شهادات عشان انا عايزه ادرس تغذيه. انا درست هيلث كوتشنج ودرست سبورتس نيوتريشن في الاي اي ان والاي اس اس اي، وحاليا بعمل ماجستير في التغذيه العلاجيه في جامعه في نيويورك، فهي بارت تايم طبعا عشان انا ظروفي ما تسمحش ان انا اعيش في امريكا طبعا سنتين طبعا. ثلاثه. فحبيت ان انا اخلي الموضوع بروفيشنال اكتر، طالما انا علمي. بالظبط انا هساعد ناس، فالناس دي لازم ابقى ثقه قدامهم ان انا لازم اساعدهم صح، مش مجرد بقى سيلف اكسبيرينس بتداولها. طبعا. وبعدين تبقي مسؤوله عن الناس اللي بتديهم نصيحه، بالظبط، فلازم تبقى عشان ما بشكل اذيش حد، علمي. عشان ما اذيش طبعا. حد. عارفه في حاجات ممكن تنفع معاكي مش هتاذيكي، بس طبعا انت لازم تبقي دارسه علميا الحاجات دي هتنفع على لارج سكوب من الناس ولا لا. طبعا. طيب عايز اسالك بقى عشان ندي امل للساده المشاهدين، ستات ورجاله اللي بيشوفونا، تمام. بتقولي انا تخنت في الحمل 40 كيلو وما شاء الله دلوقتي زي القمر ربنا نزلتيهم، يخليكي. واعتقد وصلتي للتارجت بتاعك مش او قوي، الهدف لسه بتاعك. فاضل لسه شويه. شويه. طيب ده شيء رائع. عملت يعني المده بقى الزمنيه اللي نزلتي فيها من زياده 40 كيلو للشكل الجميل اللي قدامي ده. هقول لك على حاجه دلوقتي، اهم حاجه نحطها في الاعتبار واحنا بنعمل دايت، ما ينفعش نقول انا عايزه اخس بسرعه، يعني حطي خط تحت بسرعه، دي ما ينفعش. لازم السؤال يبقى انا ازاي اخس صح. انا ما خسيتش بسرعه على فكره، عشان انا لو خسيت بسرعه انا هرجع اتخن كل الوزن اللي انا خسيته ده بعد ما ابتدي اكل لايف ستايل معين بطبيعتي. هرجع بسرعة تاني. بالظبط بالظبط، ايزي كام ايزي جو، زي ما المقوله المشهوره ايزي كام ايزي جو. فانا تخن، انا خسيت من 3 ل 6 شهور، يعني اول 3 شهور ابتدى يبان فرق رهيب في النزول، بعد كده ال3 شهور اللي بعدهم ابتدى بقى، عارفه الكام كيلو اللي في الاخر اللي بيضايقوكي دول، ايوه طبعا، هم بيبقى في دول كده اللي وزن معين ثابت مش راضي مش ينزل، وانا ما بينزل. باكلش اصلا طبعا. عارفه ده هينزل امتى؟ باللايف ستايل، ده عمره ما باللايف ستايل هينزل صح. بدايت عباره عن اسبوع او اسبوعين او شهر، ده هينزل باللايف ستايل، يمر عليكي وقت انت ابتديتي تفهمي جسمك وتفهمي الاكل اللي جسمك محتاجه، مع الوقت الوزن الزياده ده هتلاقيه تقريبا اختفى. جميل. طيب تنصحي بقى ايه الستات اللي داخلين على مسألة حمل، لأنه دي أصعب مرحلة، هو الحمل والاكتئاب، يعني هو سواء بقى مكتئب بأي اللي هم سبب اصلا ايموشنال ايتينج. فبيحصل تغير، فبتضطري تاكلي كتير قوي، بيحصل طبعا تخن بشكل كبير. بالظبط. تنصحينا بإيه كسيدات في مسألة الحمل ومسألة الاكتئاب؟ بصي هقول لك حاجه، ان السيدات الحوامل ما ينفعش يمشوا على ورقه وقلم في الدايت، ما ينفعش حد يقول لهم امشي على دايت معين، لان ده اصلا في حد ذاته هيجيب لها اكتئاب. الحاجه الوحيده اللي المفروض تعملها ان هي تخلي قدامها الاكل الصحي كله، بس تقلل شويه من النشويات، تاكل الاكل الصحي بالكميات اللي هي عايزاها، لاننا احنا لازم نحط في الاعتبار ان الحامل بتجوع عن اي شخص أكيد طبيعي. طبعا. بالظبط. أكيد. فانا مستحيل اايدها بكميات واقول لها اعملي دايت بالورقه والقلم وامشي على الكلام بالحذافير، لا ما ينفعش. لازم اقول لها خلي الاختيارات اللي في البيت عندك صحيه، لو هي طبعا لسه ما عندهاش اولاد شيلي بقى كل السويس، شيلي كل الشوكليتس اللي قدامك عشان ما تضعفيش، وخلي مثلا خضار في البيت اللي هي حاجات النشويات النافعه اللي هي زي البطاطا، البطاطس، الشوفان، طبعا برضو بيتاكلوا بكميات معينه. بكميات قليلة بالظبط. مش جوعتي شويه ممكن تاكلي بروتين، جوعتي شويه خدي مثلا بروتين مع سالد، يعني مثلا تشيكن جريل تشيكن جنبها سالد، او بيض مسلوق وجنبه سالد، وجبات زي دي بتشبع مش هتجوعك خالص، بس في نفس الوقت انت ما خدتيش نشويات كتير، ما كلتيش ساندويتشز كتير. النشويات هي اللي بتخن في الحمل، والاملاح الحاجات المملحه بتحبس ميه كتير جدا. بنصح اي حامل، عشان انا وقعت في الغلطه دي، انا كنت باكل حاجات مملحه كتير وده عمل لي احتباس في الميه، فاي واحده حامل تحاول تتجنب الحاجات المملحه علشان ما تحبسش ميه. طبعا. طيب فكرة المصيف وفكرة الصيف في حد ذاته، هو شوفي احنا بنتلكك لخبطة. تقريبا يا دكتورة. في الشتاء بيقول لك احنا بنتخن عشان برد فبناكل، وفي الصيف وفي الصيف انا في الصيف عشان في البحر فبجوع فباكل، انت عارفة هو ان احنا في بندي الشتاء، نفسنا مبرر. ايوه بالظبط، بس انت عارفة ان في الشتاء ان الجسم بيحرق اكتر من الصيف. والله. لان انت دلوقتي جسمك ساقعين مثلا، حاسس ببرد معين، فانت الجسم بيحاول يتأقلم مع درجة الحرارة اللي بره، فبيحصل عملية اسمها ثيرموجينيسيس،
السينسس عشان ايوه عشان ما تتجمديش او الحراره. فعمليه دي بتتطلب حرق كالوريز، فانت في الشتاء لو التزمتي على نظام غذائي صحي هتخسي، وطريقه فقدان الوزن هتبقى اسرع من الصيف. عشان فدي كده معلومه ناس كتير مش عارفاها، اللي هو الشتاء بيتخن. لا، انتوا اللي بتتخنوا نفسكم في الشتاء. هو عشان هما بياكلوا كتير يا دكتوره. مش ان هو الشتاء بس بيتخن. لو كلت بشكل طبيعي مش هتخن. هو في الصيف بقى بتبتدي بقى المصيف ونروح السينما والفشار وناكل بقى الحلويات والكلام ده، وبنتخن برضو. في الحالتين بنتخن. تنصحي الناس بايه بقى عشان ما يتلككوش؟ اصل الشتاء دخل فتخنت، اصل انا في الصيف بصيف فتخنت. تقولي لهم ايه؟ هقول لك على حاجه دلوقتي. ما فيش اي مصيف ما فيهوش حاجات جريلد، او ما فيهوش سلطات، او ما فيهوش فواكه. اكيد اي مصيف بنروحه بيبقى فيه كل التشويسز، بيبقى فيه الحاجات الجريلد والحاجات المقليه. فانت عندك الاوبشن موجود، انت عندك الاوبشن الصحي موجود والاوبشن المش صحي موجود، بس احنا بنروح للاوبشن الغلط. ممكن عشان بيبقى ألذ شويه. ما هي دي بقى الفكره. انت عارفه ان حاجه يعني الناس كتير قوي بتبوظ الدايت عشان بياكلوا الاكل طعمه وحش. طبعا. طيب ليه انا اكل اكل صحي وطعمه وحش في الوقت اللي انا ممكن اكل اكل صحي طعمه لذيذ جدا؟ ما هو بقى ده المعادله يا دكتوره. بالزبط. انه ازاي اعمل اكل صحي طعمه حلو. بالزبط. ما يبقاش اكل مستشفيات. ده اللي بعمله على الجروب. ان احنا بننزل كده ريسيبي لاي حاجه من 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 اختراعك كده في اي موضوع، انها تدي الناس برضو امل. عارفه الدنات اللي الناس كلها بتحبه، اطفال وكبار وكده، هي تشوكلت كده بودينج. تمام. انا ببدلها، بدل ما يبقى الكاكاو فيه سكر بجيب كاكاو خام وبحط معاه معلقه نشا صغيره وبحط معاه عسل او سكر دايت وببتدي اقلبه على النار، بيعملي تشوكلت بودينج. طبعا. بالظبط كده. لا في دقيق ابيض ولا في سكر ابيض ولا في الكاكاو الخام اصلا، ده دهون صحيه ودي حاجه مفيده جدا. الكاكاو برده ما بيبقاش فيه سكر وفي نفس الوقت بيبقى طعمه حلو جدا. فانت متخيله ان انت ممكن تعملي برده كيك. انا عملت اورنج كيك مره بالشوفان بدل دي الابيض. وبالاورنج جوس وبالعسل، بالعسل الابيض. وابتديت اعمل سيرب بره البيكنج نفسها، عمليه البيكنج نفسها. حطيت العصير البرتقال ومعاه عسل ابيض وابتديت اقلبهم وابتديت احطهم على الكب كيك من بره. فاللي بياكل الكيك مش واخد باله ان هي يعني هيلثي. ايه ده، الله، دي طعمها حلو، دي بقى طبعا بتخن. هي دي هيلثي، دي طريقه صحيه. انت بدلتي كل المكونات اللي مش صحيه بمكونات صحيه، بدلتي الدقيق الابيض بالشوفان وبدلتي السكر الابيض بالعسل الابيض. فهي مجرد احنا نفكر صح ونخلي المعادله نظبطها صح عشان ما نقرفش من الاكل الصحي. الاكل الصحي طعمه حلو جدا زي الاكل العادي، بس لو احنا فعلا وظفناه صح. جميل. طيب بالنسبه لي مسألة المدارس، واحنا داخلين على المدارس والأطفال يبتدوا بقى ان هم يروحوا عايزين اللانش بوكس والكلام ده كله، واحنا كمان عايزين نتكلم عن ازاي نأكل ولادنا أكل صحي ومفيد وبرده ما يتخنوش، لأن ولادنا كلهم طبعا بيحبوا الجانك فود والحلويات والكلام ده كله. تنصحي الأمهات اللي بيشوفونا دلوقتي بإيه يا دكتور؟ بصي، هو أي لانش بوكس الأم مفروض تجيبه يبقى متقسم بارتيشنز. بارتيشن المين كورس اللي هو الوجبة الأساسية، وبارتيشن جنبها الخضار أو الفاكهة أو أي حاجة، العصير اللي بياخده مثلا. أولا هتستبدل العصير المعلب بعصير طبيعي. تمام. هتحطه عادي في الفلاسك اللي بيبقى بياخده معاه المدرسة. وهنبتدي نجيب الأشكال. عارفه في اشكال كده معدن بتتحط مثلا على الخيار او على الجزر تعمل شكل ورده. ايوه، يعني ورده نجمه قلب الحاجات الحلوه دي. على فكره احنا بنستخف ان هم عادي مش تفرق معاهم. لا، بتفرق معاهم. بيحب ياكلها عشان شكلها. عارفه انا مره عملت لبنتي، هي مش بتحب البيض، بس مره عملت لها اومليت وعملته لها شيب ان هو شكل ارنب. عملت له ودن فحبته قوي واكلت اكلت عشان الفكره نفسها. بالظبط. فانت بتضحكي على الطفل، يعني على مخه شويه. هو طبعا اذكياء جدا، بس لما برضو بتبقي عامله له الاكل طعمه حلو هياكله، وهو لما بيشوفك انت بتاكلي الاكل ده هيبتدي برضو ياكله، اصل ده الاكل اللي في البيت. فاهمه قصدي ازاي؟ لكن ما بقاش مثلا انا بحاول اكل ابني صحي وماسكه فرنش فرايز في ايدي، هو هيبقى عايز ياكل منها. دي حقيقه. فلازم كلنا نبتدي نفكر ازاي نخلي العائله كلها تاكل بطريقه صحيه، لان ده اي وجبه
مش صحية هتاكليها هتدفعي ثمنها قدام. الواحد لما بيكبر فعلا بيدفع ثمن كل الحاجات الغلط اللي عملها وهو صغير. فلازم نهتم جدا بصحة الطفل والكبير. الطفل لما يشوف الكبير بياكل صح هو هياكل صح، اكيد يعني طبعا. الاطفال بتقلد الكبار، بيقلدوا يبقى زي الام قدوة والاب لي يعني. بالظبط. طبعا. فما ينفعش ابقى بجبره كل اكل هيلثي وانا قاعده مقضياها وانا بقى قاعده فريش مقضيها فرايز بطاطس بقى ورز ومكرونه. بالظبط كده بالظبط. طيب، في ناس كتير بتقول انه الفواكه طبعا هي فيها سكريات، فناس بتيجي تبتدي الدايت امنع الفواكه تماما، هل ده صحي ولا ده ممكن يكون مضر؟ وايه الفواكه اللي اقدر اكلها اثناء الدايت وما احسش بالذنب وبرده يبقى اكلت فاكهه يعني؟ بصي، هو الناس بتعمل غلطتين. ناس تقول لك انا بعمل دايت فهاكل فاكهه، كلي فاكهه كتير، فلا طبعا ده مش صح، انت ما ينفعش تاكلي فاكهه كتير. وناس تقول لك لا ده فيه سكريات فانا مش هاكل فاكهه خالص، ده برضو مش صح. هي خير الامور الوسط، انت بيبقى مسموح لك بثمرتين فاكهه على مدار اليوم بتاكليهم. وانا مش بمنع الناس من اي نوع فاكهه، عايز تاكلي مانجا هتاكلي مانجا، عايز تاكلي موز هتاكلي موز، تاكلي اي نوع فاكهه مجرد ان هو من ضمن سعراتك الحراريه فانت من حقك تاكليه، ومش من حقك تمنعي جسمك من اي فايده اي فاكهه تانية، لان في فيتامينز وعناصر غذائيه متوزعه على الفاكهه، مش كلهم بيبقى ليهم نفس العناصر الغذائيه، واكيد كلنا أكيد. عارفين ده. فانت كده بتمنعي جسمك من حاجات معينه لمجرد انك منعتي مثلا فاكهه معينه. فانت ليكي فاكهتين، نوعي بقى كل اللي انت عايزاهم على مدار اليوم. لا يعني ممكن اكل مانجا ممكن مثلا تاكلي في مانجا، الدايت؟ ممكن تاكلي مانجا في الدايت، سنس ان هي من ضمن سعراتك الحراريه، انت من حقك تاكليها طالما هي اختيار صحي. يعني محدش ينفع يقدر ابدا يقول ان المانجا دي مش صحيه. فطبعا الناس لازم، لو بتبقى في ريستريكشنز وممنوعات بالمنظر ده، لازم طبعا الناس تزهق من الدايت. هو لايف ستايل، انت هتقدري طول عمرك تمنعي نفسك من المانجا؟ لا طبعا، فمش لا طبيعي. طبعا. بس ازاي بالظبط اكل ايه؟ طيب، في بالظبط. معلومه انه لو انا لخبطت في يوم ممكن امشي بقى يومين على التراك، يعني ده بيقولك ده نوع من انواع تثبيت الدايت. يعني بعض الاطباء الناس المتخصصين في النيوتريشن او في التغذيه او في التخسيس يقولك عشان تثبتي وزنك اعملي 3 ايام في الاسبوع دايت او يومين في الاسبوع دايت، اللي هو الدايت الطبيعي بقى. هل ده كلام منطقي يعني، ولا افضل اعيش حياتي كلها كل 7 ايام مثلا اعمل يومين دايت عشان اكمل في الوزن بتاعي؟ بصي، طول ما الناس حاطه في دماغها انه ده دايت وان دي فتره مؤقته، هنفضل دايما في صراع انا بخس انا بتخن انا بخس انا بتخن. فلازم نقتنع ان ده لايف ستايل، ده لايف ستايل، وانا عايزه امنع نفسي من الاكل اللي مش صحي. لما كلمة لايف بنبتدي ستايل بس نفسرها للسادة المشاهدين انه اسلوب اسلوب حياة، حياه. بالظبط طريقة حياتي لازم تبقى بالشكل ده، ما بالظبط مش بس انا بعمل دايت 2 3 شهور وارجع بقى اهيس في البشاميل بالظبط. والحاجات وعايزه اقول دي لك تاني. انت ليكي وجبه فري ممكن تاخديها مره في الاسبوع، فدي يعني اظن هتخليكي مش عايزه تبوظي بقيه الاسبوع. فاهمه قصدي ازاي؟ ان الناس كلها طب انا مش هاكل شوكليت، مش هاكل شوكليت كيك، ليكي يوم في الاسبوع نفسك تاكليها عادي، بس ما يبقاش ده اسلوب حياتك ان احنا كل يوم ناكل شوكليت كيك او ناكل شوكولاته او ناكل اكل مش صحي. عادي، احنا بني ادمين وبنضعف، بس ما يبقاش ده النمط الحياه بتاعنا اليومي، ان كل يوم هاكل مثلا اكل مقلي وكل يوم هاكل شوكليت لا وشوكليت طبعا، كيك. ده اسرع وسيله للسمنه بشكل بالظبط طبيعي. بالظبط بالظبط كده. لكن انا ممكن اعمل يوم مثلا في الاسبوع يبقى فري مثلا، هل ده صحي ولا لا؟ ما برضو لانه صراحه احنا بنشوف يوم الفري ده ماساه، الناس بتروح المستشفى بسبب يوم الفري. ايوه بالظبط. ايوه، انصحينا هي بقى في الموضوع ده ده. اكبر مفهوم خاطئ عن نمط الحياه الصحي. هو جميل. ما ينفعش يبقى يوم تحت اي بند وتحت اي ظرف من الظروف، هي وجبه واحده بس. ما ينفعش ابدا ابقى بعمل يوم فري، لان انت اليوم ده الموضوع سايكولوجيكال نفسيا، انت جعانه مش جعانه هتبتدي تاكلي اللي انت عايزاه او مش عايزاه، الحاجات اللي انت محرومه منها. فطبعا هو لازم يبقى وجبه واحده بس، وسعراتها الحراريه ما تزيدش عن 500 ل 700 سعره حراريه عن اليوم. يعني مثلا لو انت بتاخدي في اليوم 1400 كالوري، ما ينفعش في الوجبه الفري او اليوم كله يعدي 1400 بلس ال 700 كالوري الزياده دول، لان انت كده بوظتي كل اللي عملتيه على مدار طول الاسبوع. الاسبوع بالظبط بسبب اليوم الفري. بسبب اليوم الفري. طيب، وفي ناس كتير جدا ما بتعرفش تكمل بعد اليوم الفري ده،
لانه خلاص الواحد بدأ ياكل بقى كل بالظبط حاجة تاني. بالظبط. دي فهي حقيقة. الحل السليم ان هو يبقى وجبة واحدة بس فري، هي اللي هتخليكي ترضي الاحتياجات اللي انت نفسك اللي انت كنت حاسة انك ممنوعة منها، وفي نفس الوقت انا ما بهدلتش الدنيا، انا زودت عن اليوم بس من 500 ل 700 سعر حراري بس كده. جميل. طب احنا معانا اتصال تليفوني من تمام. احدى المشاهدات، من مي من اسكندرية. اتفضلي يا مي، اهلا وسهلا. مي اهلا وسهلا، ازيك؟ اسكندرية، الو، معانا التليفون يا شباب؟ ايوه طيب الو، معانا، ايوه معانا يا مي. اتفضلي يا مي، ايوه اتفضلي يا مي. هو احنا مستمعينها هنا في الاستوديو، ممكن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ طيب كلمينا تاني يا مي، معلش احنا اسفين يعني، كلمينا تاني. احنا كنا بنتكلم في موضوع اليوم الفري. طيب كمان من الاشياء الاخرى اللي بتحصل برضو احيانا الناس بتعملها غلط في موضوع الدايت وغيره، انه ما بتشربش ميه كفايه، وبتعتبر انه شرب الميه ده يعني مش مهم، ما انا ما حاجة باكلش. زيادة كده. بالظبط كده. فعايزين نوضح المعلومه دي برضو يا دكتوره، واهميه شرب الميه، وقد ايه اشرب ميه كبني ادم بيعمل دايت او من غير دايت. بالظبط. عارفة البنزين اللي بيمشي العربية؟ اه احنا المية هي اللي بتخلي حرقك كويس، وبتخليكي تقدري تخسي بطريقة احسن، وحتى لو مش عايزة تخسي هي اللي بتخلي وظائف الجسم تشتغل يعني بأحسن صورها. فما ينفعش المية ده مش اوبشن، مش اوبشن نتناقش فيه، اشرب ميه او ما اشربش ميه، دي حاجه يعني لازم تتشرب. بس اللي اقدر اقوله مثلا للناس نصيحه، الناس اللي مش بتحب طعم الميه او بتتضايق شويه ان هي تشرب ميه كتير او تشرب من 2 ل 3 لتر ميه في اليوم، تحس ان صحيح. ده كتير قوي، فانا بنصحه ان هو ممكن مثلا يقطعه شرايح ليمون ويحطه مثلا نعناع مثلا في يعني ازازه يغير الميه دي طعمها شوية. بالظبط، فهي هيبقى ليها فليفر معين غير طعم الميه اللي هم مش بيبقوا قادرين يشربوه. فبس ان احنا نشرب او ما نشربش، لا ده ده مش موضوع اوبشن. منتهي، طب ده كمية مش المية اوبشن. اللي لازم اشربها في اليوم لو بعمل دايت؟ بصي، هو الاحسن حاجه من 2 ل 3 لتر في اليوم، بس ده كتير قوي صح؟ هما مش ازازتين كتير. كبار. هما ازازتين كبار مش كتير، عارفه لو حطاهم جنبك وكل شويه، عارفه احنا ما بقين كده. بنزهق بنقعد هنفتح الازازه ونقعد نشرب، هتلاقي الازازه خلصت. انا جربتها، انا لما بلاقي المياه مش حواليا مع انشغالات الحياه وان انا مشغوله وبروح يمين وشمال، مش بلحق اشرب ميه، مع اني ببقى عطشانه بس ما عنديش وقت، مش لاحقه اجيب الميه، بس الميه قدامي هاخدها حتى لو زهقانه هشرب بق ميه. وعلى فكره ما ينفعش نشرب اكتر من لتر في اقل من ساعه، ده مش صح، لازم الميه الثلاثة لتر او الاثنين لتر دول يتوزعوا على مدار اليوم. جميل. طيب بالنسبة بقى للناس اللي بتاخد مكملات غذائية أو فيتامينز علشان تساعدها، اللي بيسموها سبلمنتس، علشان تساعدها على إنها تكمل في الدايت، بتنصحيهم بإيه؟ وهل ده أسلوب علمي فعلا ولا قد يكون له آثار جانبية؟ بصي، هو الفيتامينز مش غلط، هي الغلط أدوية التخسيس، وأنا اتكلمت قبل كده في الموضوع ده إن أدوية التخسيس خطر جدا، يعني سواء اللي بتسد النفس او اللي بتعلي الحرق والكلام ده غلط غلط غلط، ما ينفعش حد ابدا يعتمد عليها عشان بتعمل مشاكل كتير جدا في الجسم. بس الفيتامينز دي مش حاجه غلط، بس برضو انت مش هتبقي محتاجه لها لو انت ماشيه على نمط حياه صحي، ما بتمنعيش نفسك زي ما كنا بنقول من المانجا من الموز من كل، انت تاخدي كل الفيتامينز والمينرالز والعناصر الغذائيه بتاعتك من اكلك، ده اصلا بيبقى فيه احتياجاتك كلها اكتر من البيل الفيتامين اللي انت بتاخديها. فلو انت فعلا مش ماشيه على الدايت اللي هي الريستريكتد دي اللي انا ببقى شايفاها غلط، انت مش هتحتاجي فيتامينز. جميل. دكتورة رنا، أنا استمتعت جدا بالفقرة معاكي، وأتمنى إن أنت تشرفيني مرة تانية. ميرسي، ربنا بجد يخليكي، مبسوطة قوي بالطريقة اللي بتتكلمي بيها ربنا والأسلوب يخليكي، الراقي اللي بتقولي النصايح بيه، وغير كده كمان إنها عن تجربة بالظبط. ودراسة، فشابو ليكي جدا. ميرسي يا جنان، ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. أنا بشكرك جدا دكتورة رنا عامر طبعا، ويا جماعة بدعوكم لصفحة لين كوين، لين كوين، كلنا اللي حابين يعرفوا نصايح طبية غذائية ويعرفوا ازاي يكملوا في دايت يدخلوا يعملوا طبعا لايك لصفحة لين كوين، ميرسي، وبتمنى لك التوفيق وان شاء الله توعديني بحلقات تانية. أكيد أكيد إن شاء الله، شرف لي، ميرسي. ان شاء الله. دي كانت فقرتنا مع الدكتورة رنا عامر، والحقيقة اللي يعني عندها عدد كبير جدا من الفولورز، انا واحدة منهم، وحابة جدا النصايح اللي بتقدمها، ودايما نكون عندنا كده
رغبه في ان احنا يكون شكلنا كويس، عندنا رشاقه عشان كمان تكون نفسيتنا وصحتنا كويسه. الفقره اللي جايه هيكون معانا الدكتور مروان الصاوي طبيب الطوارئ بمستشفى الدمرداش، هيكلمنا عن الاسعافات الطبيه الاوليه البسيطه في حاله اي حاجه تحصل في البيت او لا قدر الله على الطريق. لكن قبل ما نروح للفاصل خلينا نشوف التقرير عن تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من قوائم انتظار الحالات الحرجه وطبعا التدخلات الجراحيه. هنشوف تقرير عن احدى حالات مرضى قوائم الانتظار، عمليه قسطره قلب وتركيب دعامات، هنشوفها ونرجع بعد الفاصل مع الاسعافات الاوليه. تعبت، حصل لي ازمه مره واثنين وثلاثه في الشغل، فانا فضلت ان انا مش هقدر اكمل في عملي، فعملت معاش مبكر. جات لي ازمه في قلب في صدري والم في الجهه الشمال، فدخلوني العنايه المركزه، فجت اللجنه قررت بقسطره تشخيصيه مع تركيب دعامات. الكلام ده من 7 شهور، بس لما جه الريس اعلن قائمه الانتظار تتلغي من اعلى اي مريض، فانا جيت جاي هنا مركز التامين الصحي تحت طنطا. انا ما بجاملش والله، 24 ساعه بالظبط، ولقيت امبارح طلبوني في التليفون الساعه 5:30 في البيت، قالوا لي لازم تيجي بكره الساعه 8 الصبح. سلمت اوراق وقلت اتفضل اطلع فوق في الدور الرابع انتظر العمليه. فطبعا احنا نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشكر على مجهوده اللي بيقدمه للدوله، وده كان املنا وامل الشعب المصري كله ان يخرج واحد من الشعب المصري يحس بالمواطن الغلبان، يحس بالمريض المصري الفقير. انا سلمت ورقي يوم 26، يوم 29 بعمل عمليه.